بداية قديه كنت متشوق لشوفة حلب وللقاء الجمهور الحلبي؟ الحنين بيرد لكل شيء، وسبحان الله مدينتنا هي أم الروح وهي أم الحنين وأم الأصالة، فدائما منحن إلها. وكان الشوق كتير كبير، والحمد لله أنه جيت وفرغت هالطاقة اللي كان جواتي، وانسر قلبي بوجودي بحلب، وإن شاء الله بدها تكون دائما، مو أنه آخر مرة أو شيء. فتحنا الباب خلاص. هل بعد حلب مثل ما تركتها أو تغير فيها شيء؟ أكيد حلب تغيرت، بس لكن بيضل نبضة وبيضل روحها وبيضل حنينة وبيضل أصالتها موجودة. فقدما تغيرت ما بتتغير علينا، لأن نحن ضمن قلوبنا وضمن مشاعرنا، فبتضل بقلبنا. شو هو أكثر مكان حريص كنت أنك تزوره لما تجي لحلب؟ يا سيدي الكريم، أفضل مكان كنت أنا بحنله لشوارع، لحارات القديمة، اللي بتذكرني في الماضي، لأني أنا عشت فيها الحارات وعشت فيها الأجواء الحلوة، فردت لي الروح لما رجعت وشفت هالشوارع، ولما شفتها كمان عم تتحسن وبترجع كمان تتعمر أكتر وأكتر. حسيت خاصة اليوم أنا مشيت في شوارع المدينة اللي عم تتجدد وتترمم، ردت لي الروح أكتر، وحتى يعني ظهرت بجمالية أكتر. برأيك الطرب الحلبي بعده محافظ على مكانته أو تغير؟ يعني الطرب الحلبي ما بتغير، ما زال في ناس حامل الرسالة هاي، فأكيد ما راح يموت. طبعا بدي عدي أجيال وبيعدي فقاعات أو كذا، بس نحن بالنسبة إننا نحن حاملين هالرسالة هاي، وبإذن الله ما راح نموتها، وراح نورثها كمان للأجيال اللي بعدنا، لأني رسالة الفن بحلب رسالة هادفة، وإن شاء الله بتتم هادفة، ونحن حمل كبير كثير على ظهورنا إنه نضل حاملينها، وإن شاء الله نضل حاملينها. يا ترى مين المطرب اللي تأثر فيه الأستاذ أحمد أزرق وبسلطن وقت اللي بيسمعه؟ طبعا نحن من مدرسة الأستاذ صباح الله يرحمه، وتأثر طبعا فيه كتير، بالأستاذ محمد خيري. طبعا هدول مدرستنا وهن قدوتنا وهن اللي عطونا الرسالة، ونحن إن شاء الله بدنا نتم نحافظ عليها ونوصلها كمان، فنحن نبقى تبع لهم والمدرسة العريقة الحلبية. سالي فؤادي عن الخضراء يا حلب، لله كم حسنها إليك ينتسب. تقسم القلب في نصفين بينكما، على السواء فلا فرق ولا رتب. كان اللقاء بها في أرض موطنها، كان اللقاء بها في أرض موطنها، في ليلة عم فيها الأنس والطرب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كم جلت محاسنها عن الحلي، فلا در ولا ذهب. كان عندك حفل مبارح بحلب وعمل الضج كتير كبيرة، برأيك هل بعض الجمهور الحلبي محافظ على الزائقة السمعية؟ طبعا مبارح أنا كان في حفل كتير، كان جدا جدا جميل، يعني أنا ما توقعت أنه هي، والحمد لله أنه الله وفقنا، كان تجاوب جدا كبير، وحتى يعني التواصل اللي كان بالحفل بعد 12 سنة بانقطاع عن حلب مذهل جدا، وحتى يعني اللون الطربي ما اندثر أبدا، الناس متعطشة، الناس متشوقة، فكان تجاوب لأبعد الحدود، حتى وصلنا لحالة النشوة إلى الصباح مثل ما بيقولوا. شو نصيحتك اليوم للجيل اللي طالع جديد عم يغني؟ يعني للأسف أنا الجيل الجديد اللي طالع ما بريد أنه ينجرف بهالتيار اللي ماشي فيه، بالعكس خاصة المطرب الحلبي
يعني مكانته عالية كتير، وما كان الفن الحلبي منتشر في كافة أصقاع العالم وله هويته، وهويته ما بتموت. فأنا بنصح أنه يتعلموا ويدرسوا وما يتخلوا عنه، وطبعا لأن هي بالنتيجة فن وأصالة وتراث، رسالة كتير كبيرة، فأنه يكونوا كفو ويتعلموا ويدرسوا أفضل. أنا هيك من رأيي. أستاذ أحمد، نحن كتير منتشكرك على وقتك اللي عطيتنا إياه، وسعيدين كتير بتلفزيون LTV على اللقاء. أنا إلي الشرف أنه كنت معكم، وبدي أتشكركم كتير على اللقاء الحلو اللي جمعنا بحلب وبهالمكان الحلو الجميل هذا، حمام أبو الأحمر، الإشراف الحلو لحلب اللي ردت لنا روحنا. بدي أتشكر قناة LTV، بدي أتشكرك أستاذ محمد، بدي أتشكر المخرج الأستاذ كمال شنو، بدي أتشكركم كلكم أنه تحملتوني. نورت حلب فيك، الله يخليك، والله حلب اشتغلت، الله يخليك يا رب. Oh.